أنا رولا حمود، طبيبة تخدير وإنعاش، مخرجة من جامعة أمريكية ببيروت وعاملة الطب العام بجامعة بروكسل، يونيفرسيتي ليبر دو بروكسل. بعد ما تخرجت من الأيوبي رحت تخصصت بـ UK ببريطانيا وفردر تخصص كمان بفرنسا لأخذ فلوشيب بتخدير الأطفال الصغار يلي هن بعمر كتير صغير، والتخدير الموضعي يلي هو بيقتضي إنه نحن تحت الأشعة الصوتية نشوف العصب ونعطي المخدر الموضعي بالمحل المناسب تفاديا لأي سايد إفكتس. بعتبر حالي العمود الفقري بغرفة العمليات لأنه أنا بعالج المريض وبعالج له ألمه بعدة ستبس خلال المرحلة العملية الجراحية، وهن بيقتضوا هدول المراحل من إنه نحن نشوف المريض قبل العملية، معالجة ألم المريض والمونيتورينج تبعه خلال العملية، ومعالجة ألمه من بعد العملية الجراحية. طبعاً كل هيدول بيصيروا بطريقة كتير سليمة، وأنا كتير بهتم بالpatient safety بالمستشفى، ومن هون صرت appointed as chief quality officer بمستشفى كليموسو.